اليوم بنشوف خرافات في تحديث ماينكرافت 1.20 وبنشوف اذا كانوا صح او غلط. لو اركب على سليفر الموبز ما يمديهم يلمسوني. اوكي ركبت عليه، شكل مره غريب وصح ما يلمسوني، ولا نايس. هل الجمل يمديه ينط لاكثر من 13 بلوكه؟ يلا خلونا نوب ما يمديه للاسف، اتوقع انه اقصى شيء هو 12 بلوكه. يمدينا نسوي سبونر تنين باستعمال البيضه حقته. وات يا جماعه ثواني، هذه جد؟ اوكي جيب السبونر وجيب البيضه. قبل ما احطها يا جماعه اخلد لكم باول تعليق رابط ماينكرافت للجوال. صح وات يا عمي، في سبونر جد، شوفوا قاعد يرسبن.